السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على لي ديود دو بويسونس. فوالا لي ديود دو بويسونس عندهم عده استعمالات، من بينها لي جينيراتريس تاع لي جروب الكتروجين، لي بوستاسيون دي يستعملوهم بكثره في المجال الصناعي. نشوفوا كيما هذه لا ديود، هذه 200 امبير ولا 300 امبير. فوالا كاينه هذه شحال فيها 50 امبير، كاين هذه 20 امبير، كاينين هذوما حوالي 10 امبير صغار. حنا نشوفو كيفاش نتيستيوهم. كاين لي ديود بوزيتيف، كاين دي ديود نيجاتيف. كيما هذه راهي روبيري، راهي نيجاتيف، مي كيما هذه مثال ماهيش روبيري. نتيستيوها باش نعرفو اسكو لي نيجاتيف ولا بوزيتيف. هنا الميتريكس لازم نديروه في التيست دو ديود. فوالا ندير هنايا الكاطو تاعي. فوالا دونك هنا ما تجوزش، ماهيش باسونت. كي نقلب فوالا تعطيلي قيمة. دونك هنايا هذه نيجاتيف باسكو راهي بولاريزي انفيرس. نزيد نشوف هذه، فوالا هذه ديود بوزيتيف، هذه العكس تاع هذه. راكم تشوفوا هكذا تجوز تعطي لي قيمة، لو كان نقلب ما تعطيليش. فوالا تيستي هذه الكبيرة. هكذا ما تجوز، صافي دير هذه نيجاتيف، هكذا تعطيلي. نزيد نتستي هذه الكبيرة، هكذا ما تعطيليش. نقلب هذه نيجاتيف ثانيك. فوالا هذا هو البرانسيب تاع لي ديود دو بويسونس. نتمنى استفدتوا معنا، والى درس اخر ان شاء الله. السلام عليكم.